من بعد 7 ديال الاسابيع من التنافس جمع ما بين احسن 8 ديال المشاركين في عالم تصميم الازياء، وفي كل مراحل المنافسه عشنا معهم خطوه بخطوه. اليوم رحله برنامج فاشن مغربي وصلت لاخر محطه، وعلى راسها جوج ديال الاسماء معاد وزينب اللي غادي يفتخر بهم عالم الموضه والازياء من الان. شوف راسي كنت نفس ثانويه نعاونك تعاوني اجي نعاون بعضياتنا وصافي.